الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. السلام، مرحبا بكم على الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. كالعادة برنامجكم مع الطبيب المختص يرافقكم كل صبحية نهار اثنين، بداية أسبوع موافقة لكل من اختار الاستماع إلينا على 93. اليوم اخترنا باش نحكيه على موضوع يقلق كل الأولياء، هو تسوس الأسنان عند الأطفال. شنو هو تسوس الأسنان عند الأطفال؟ ما هي علاماته؟ كيفاش نتوقعه منه خاصة؟ وطرق العلاج. للحديث على كل هذا تحضر معنا الدكتورة هنا أبو جمعة الضفلاوي، طبيبة أسنان. مرحبا بك دكتورة. عسلامة، مرحبا بك، عايشك. شكرا دكتورة على تلبية الدعوة. ظهر لي موضوع تسوس الأسنان عند الأطفال دكتورة شائعة برشا، وليت الحكاية تشوفوها برشا في العيادة متاعك. يجو شائعة صحيح، ما يجو ديما في استاد فينال في آخر مالوروزمون. استاد فينال حسب ما فهمت أني فما برشا مراحل من المستحسن كان ناخذ صغيرنا لطبيب الأسنان في المراحل الأولى. لو كنت حدثنا دكتورة على المراحل متاع تسوس الأسنان، ولا شنو معناها تسوس الأسنان؟ أول حاجة تسوس الأسنان هو دونك ما فيش وناج بيان ديتيرميني، ما فيش عمر معين، معناها الصغار الكبار الكل ما نحكيو تو احنا للصغار. بالنسبة للصغار اللي راه فيه هنا في عيادتي انه راه يجيني ديما في الستاد الاخريني، دونك وقت اللي نحن باش سي بون تاكلت الزرسة ما عاد فيها حد شيء، دونك باش تولي نوصلوا للتقلية معناها نتاعها والكل. نحن ماذا بينا يبدا الاول كونسلتاسيون للصغير عند طبيب الاسنان باش يتنحى الخوف، باش يتنحى الرهبه، باش يفهم شنو معناها طبيب اسنان. دي لو بروميير معناها يبدا عمره عام، يبدا عمره عام ماذا بيه يمشي طول يتفقد، مش يوم فات مش يعدي ما يتفقد، باش يشوف روحه شنو عنده شنو ما عندوش. هك الرهبه ما كان صغير من طبيب الاسنان، ديجا هما كبار ويرهبوا في هذيك الصغيرات. وعندنا ثقافه هذه يا دكتوره مالوغازمون معناش هاني قلت لك يجي في استاد تو نوعي ونحسوا الاولياء انه راهو من العام ملي يبداو يظهروا الاسنان اللبنيه ظهر لي لازم نشوفوا طبيب الاسنان. هو حتى هو حكايه التسوس معناها حتى في ثقافتنا نحن كاولياء، معناها كي تبدا الام ولا البو ماهوش واعي بالخطوره، خليني نقول هو مش حاجه كبيره، مش حاجه نتاع موت او حياه هذاك صحيح، مي راهو عندها ديما تعكرات تمثل معناها الظاهر العام نتاع حتى صغير نفسانيا مش مرتاح، صغيرات يتقلقوا نفسانيا من مشاكل في الاسنان. كي يبدا سورتو كي يبدا مثلا تو كي يبدا في الليتا نتاع مثلا يقرا تبدا سنينه من قدام مثلا برشا مسوسين ولا حاجه، حتى مع اصحابه باش يبدا ماهوش مرتاح، باش يبدا ديما كريسبي ديما اللي ميم روحه، حتى في ماكلته راهي تفرق تولي يمشي الحاجات اللي نقولوا احنا كي يبدا عنده برشا تسوس ويبدا نقولوا ماهوش موجع، معناها خاطر فما برشا انواع نتاع تسوس نحكوا عليهم ان شاء الله. يبدا ماهوش موجع يولي حتى يمشي للماكله اللي هي نقولوا احنا سائله، ماكله مال صحيح. حاجه مش شكل فريمون مش يبدا يقرمش ولا باش يغض بيها والكل، هذيك الكل راهو صافا مش يرجع عليه هو، معناها حتى في صحته باش يبدا سنين باش يبدا ينجم هاني قلت لك السوغتيغ معناها يجبد روحه على اصحابه وهذيك الكل راهي عندها ريبيركسيون. مالوغوزمون نحنا ما نفيقو كان في الاخر، يقول لك يا اخي ابخي تو هكا زرسة ولا سنة تحليب باش تتبدل. واضح هذه الكلمه بالحق نسمعها، زرسة الحليب باش تتبدل، دونك نستناو حتى لين تتبدل تو تطلع السنه اللي باش تطلع الأخرى. تطلع نظيفه وما فيهاش السوسه. هو صحيح معناها هي صحيح تطلع نظيفه وما فيهاش السوسه، اذا كان هو فريمون عنده في مخه انه باش يغسل سنانه وينظف الكل راهي باش تطلع نظيفه، هي راهي السوسه ما تتعدش. الاخرى مازالت ما تنحات شويه فيها السوسه، دونك الاخرى تبدا جديده تنجم تتعدي ولا لا؟ شوفي بالنسبه للتسوس كي تبدا زرسه سنه الحليب مسوسه وهو الولي مثلا ما هزش صغيره باش يعدي له ولا باش يرصصها ولا راهي باش تمشي هذيك اللي تتاكل وتطيح وتمشي على روحها تطلع زرسه الاخرى تنجم تطلع مسوسه. علاش؟ خاطر ينجم هو يكون ما عندوش ثقافه ما انه يغسل سنيه وما عندوش ثقافه انه فما ماكله معينه لازم ياكلها وماكله ما ياكلهاش، دونك الاسباب ما تنحاتش اللي تسبب في تسوس اللي يسبب في السن الحليب اللي هو تسوس، دونك مش تبقى متواصله مع السن الاخر اللي باش يبقى معاه عمره الكل. واضح. دونك اي ما فسرتلناش شنو معناها التسوس الاسنان. تسوس الاسنان هو فيه برشا
يعني خلينا خاطر احنا بالكلمات بالتيرم الطبي معناها مانيش نوصل نفسروا للساده المستمعين ونحاولوا نقربوا لهم بقدر الامكان. قدر الامكان. بالنسبة للسنة هي باش ناخذوا سنة من 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 برا لداخل فيها برشا كوش دونك غلافات صحيح. دونك الغلاف البراني يتسمى إيماء والداخليني اللي تحته بالضبط يتسمى دونتين واللي تحته بالضبط يتسمى بولب. كي نمشوا من برا لداخل دونك الإيماء هو أقوى واحد هو اللي يحمينا زرستنا والكل. إذا كاني تنقب شوية مرات راهو منفيقوش به معناه الولي ما يفيقش بصغير واللي فما نقبه فك الزرسه هذيك ولا فك السنه هذيك. اون فوا وصل للغلاف الثاني اللي هو الدونتين راهو الدونتين يتاكل فيسع فيسع ويتتكسر تولي السنه والكل. وبعد نوصلوا باش نوصلوا ندخلوا للبولب اللي هو العرق خاطر راهي الزرسه كائن حي راهي تاكل راهي تتنفس راهي معناها جايها برشا غذاء تتغذى صحيت. دونك من كوش من غلاف الغلاف تفرق السوسه معناها احنا نعبر عنه بالكبير انها كلها سوسه. مي عندنا احنا كطب اسنان راهو تفرق فما كيف ما نقولوا السوسه باده هي اللي معناها تاكل ما توجعش فيش وجع من غير وجع. فما حتى اللي فريمون معناها توجع شويه واعطاها هو دواء هكا رتحوا شويه وتعدينا مشينا على رواحنا لين توصل لين تتكسر. مرات تلقى صغير هكا عنده حتى الاسنان نتاعو معناها كلهم مكسرين فهمت متاكلين فما تبدا عنده هكا خط صغير وكل هذيك الكل هم راهم هما سوسه. ما عند الطب الاسنان دونك تفرق من تفرق في العلاج صحيح تفرق في العلاج تفرق في كيفاش ناخذوها احنا اون شارج كيفاش نعدوا له كيفاه كل شيء. الاسباب شنو اسباب تسوس الاسنان عند الاطفال؟ والله هما برشا دونك وراثيه اول حاجه الوراثيه علاش خاطر احنا عندنا في 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 ثقافتنا خلينا نقولوا في تراثنا الام تمغض لصغيرها وتمد له دونك تنجم الام ديجا هي في حد ذاتها عندها اي بسوسه صحيت تعدي معناها بيان سور بيان سور هي تعدي مش هي باش تعدي من فات السليف نتاعها معناها حاشاك بزاقها يبدا فيه لي بكتيري هذوما جراثيم هذوما اللي باش يمشوا في 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 فم صغيرها دونك وباش تعدي. هذايا عامل الوراثه خاطر ينجم يكون زاد مش خاطر امه توكلوا من فمها ولا حاجه مي جينيتيكمون معناها وراثيا خلينا نحكوا انه كيف البو كيف الام دونك صغير باش تلقى عنده سوسه. مرات راهو ماهيش موجوده بكثره الحكايه هذه اما خلينا نقولوا معناها في كي ترجع للليتيراتور وتقرا والكل تلقى فما الوراثه فما العوامل المحيطه دايره بيه شنو ما هما مثلا ديما ماكله سكريات اكثريتها اذا كان احنا عندنا معناها ما صغار جينيرالمون يميلوا للاكل الحلو اكثر من والله انا ما نقولش هما ما يميلوا ما نقولش مثلا ما تقصوش عليهم ما كلت الحلو بالعكس خليه ياكل الحلو على روحه مي انا وانت تعرف كيفاش تغسل له تعرف كيفاش خاطر ديجا راهو حتى من العمر نتاع 6 شهور 6 شهور من عليها ما نقول احنا من العمر رضاعة راهو لازم يتغسل له صغير فمو بعد ما يرضع بعد ما يرضع بطبيعه نمسحوا اللي ما بقتنا بالرغم اللي ما فماش حتى سنه وما فما حتى ضرس ما بقتنا هكا مبلوله شويه بماء دونك دافي شويه نغسلوا به الغب نتاع الصغير بعد الرضع. هذايا قلت لك ابارتيغ معناها فريمون من 6 موا معناها من 6 شهور من اللي يبدا صغير عمره 6 شهور. الرضاعه الطبيعيه عندهاش علاقه بال اني تحمي من التسوس الحليب معناها الصناعي نجم يكون فيه اكثر سكر معناها الصغار اللي اي بالطبيعه فما سوس تسمى كاريب بيبرون سوس البيبرو معناها خاطر هي الرضاعه ساعه راهي باهيه مي سي فريمون خلينا نكونوا واضحين معناها نعرفوا كيفاش نرضعوا صغيرنا مثلا في الليل ما نعطيشو صدري ونخليه يرضعوا وانا نرقد وهو يرقد وما يهمتناش لا كمل رضعته دونك نغسل له فمه كيف ما قلت لك بوتنا صغيره ولا كومبريس صغيره نغسل له فمه بشويه ماء دافي شويه ويرقد على روحه ما نعطيش زادك العادات نتاع البيبرو اللي نعطوه بالماء اللي يذهب بالسكر ولا جو ولا حليب بالعسل ولا فما عندنا هذه في معتقداتنا ولا هاونا عادات خاطئه لازمنا نحوها نحيوها دونك والبيبرون ما نخليوش يزيد اللي ياخذ البيبرون ويرقد به
اي خاطر باش يقعد اكثر في فمه، معناها اكثر صح يتيو اكثر كونتاكت مع السنه، دونك باش يعمل سوسه باش يعمل برشا حاجات. واضح هذه دونك العوامل المحيطه نتاعنا. فما عوامل تابعه صغير بيدو، فما صغار لطف عليهم ولا لا قدر عليهم، يبدو عندهم مرض معين دونك ياخذوا في دواء معين. دواء نجم يكون فما ادويه تساهم في تكون تسوس الاسنان. مثلا شنو ما الادويه؟ والله نجم يكون هو بطبيعته ديابيتيك باغ اكزومبل، دونك نعطوه دواء معين. دونك ديجا فما تلقى في عند الفارماسيان نقول لك نعطيهولك بالسكر ولا ما غير سكر. مرات حتى ان انتيبيوتيك تلقى فيه سكر، سي عادي هذاك معناها. واضح لازم معناها هي هذوما الاسباب هذوما راهم يكونوا يعني الانتوراج هو زاد معامل فيه معناها. تو هو كي صغير هياخذ في دواء مثلا فيه سكر، بعد ما خديناه دونك لازمنا نغسلو سنينا مثلا. وهو غسلين السنين يبدا من عمر عامين راهو، يعني فريمون يل دوا سو بروسي سي دون. انا قلت لك من 6 موا ل 2 ans هذاك في نيفو معين. ا بارتير دو 2 ans فما من عامين فما زاد حاجات اخرى يستعملها باش نغسلو سنينا والكل، باش ما نوصلوش نعملو يصيروا تسوس والكل. به وقتاش قلنا احنا ماذا بينا ان نهزو صغيرنا لطبيب الاسنان قبل حتى ما تظهر حتى علامات من اللي يبدا عمره عام؟ اولا صغير باش يتعود بطبيب الاسنان وما تتنحى الخوف والرهبه من طبيب السنين، وزاد طبيب السنين ينجم يديبيست ولا يلقى علامات من الاول اللي احنا الولي ما نجمش يفيق بها ونجموا ياخذوها على بكري. دونك دكتوره ما هي علامات وقتاش؟ شنو هما العلامات اللي تخليني نشك؟ خاطر انت توا قلت لنا في ساعات كي يتمس الغلاف البراني كهو نتاع السنه نجمو ما نفيقوش بيه. فماشي علامات تخلينا نشكو اني صغيري ابار اني انا هزيته للطبيب الكونتاكت الاولاني وشافه لاباس؟ فماشي علامات تخليني لازمني نهز طبيب نهز صغيري للطبيب اذا كان هو عنده جوع؟ علامات التسوس الوجيعه. اي الوجيعه راهو لازم يمشي للطبيب مينيموم مرتين في العام باش يشوف، خاطر تنجم انت ما تلحظهاش سوسه الطبيب باش يفيق لك بها. حتى هكا راني قلت لك معناها، اما للاسف احنا هذي راهو ما عندناش هذه عادات مازالت ما دخلتش برشا في الثقافه نتاعنا، ولكن ظهر لي احنا نستغلوا كل كونتاكت مع صغير ان نشوفوا له سني في الروضه في وقت اللي يدخل صغير للروضه. الطب المدرسي زاد نورمالمون يساهموا هذوما في التقصي المبكر الحالات التسوس الاسنان عند الاطفال. دكتوره انتم ما تسمعوا فينا على الحياه اف ام اذاعه قيروين للصحة في برنامجكم مع طبيب المختص. موضوع حصتنا اليوم تسوس الأسنان عند الأطفال. تحضر معنا الدكتورة هيلة بوجمعة ذفلاوي طبيبة أسنان. نخرج استراحة موسيقية وهنا راجعي مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. مع الطبيب المختص موضوع حصتنا اليوم تسوس الأسنان عند الأطفال. تحضر معنا الدكتورة هيلة بوجمعة ذفلاوي طبيبة أسنان. كنا تطرقنا في الجزء الأول من الحصة المعنى تسوس الأسنان، العلامات متاعو، أنواعه، الأسباب متاعو. وتوا الدكتورة عنا ميكرو تريتوار نسمعوه ونعلقوا عليه. تقريبا اكثر من 90% من الصغار كل سنين فيها سوس، تظهر معناها اللي فما سوسه في السنين ولات منظر معناها مش عادي. التسوس هذا السبب نتاعو هو السكريات اللي ياكلوها الصغار، الحلو، بالطبيعه عدم النظافه والاهميه من طرف العائله. بالحق الافراط في حلويات والسكريات بانواعها واللي يضر السنين. انا ننصح الاولياء الكل اللي تلاقوا سنين صغارهم على الاقل ضحكه مزيانه، ابتسامه مزيانه. تسوس الاسنان هو مشكله كبيره خاصه عند صغار، يتسبب في الام كبيره والتهابات. على الاولياء انهم يهزوا صغارهم معنا الطبيب، المواظبه بشكل منتظم معنا على الطبيب، خاطر الوقايه بالحق اهم من العلاج. يحاولوا هو الاسباب شنو الاسباب نتاع التسوس والالتهابات الاسنان؟ هي سببها الرئيسي هو تناول حلويات وسكريات، عدم غسل الاسنان بانتظام بمعجون الاسنان، يلزم شرب الماء بعد الوجبات وقبل النوم، تنظيف الاسنان بشكل منتظم، الحرص على عدم اكل السكريات والحلويات. صوره الطبيب هي مساله وقائيه، يلزم العبد يربي صغيراته على تنظيف
أسنانهم كل يوم، خاصة بعد كل وجبة أكل، وخاصة في الليل قبل النوم. أنتوا ذا شنو عامل أنا لصغاري؟ أنا علمت من هالولي نظف أسنانهم يعتنيوا بهم، أخاف ضررين، مش حتى لو كان جي عبد مشكلة ينجم يداركها معناها بأسهل الطرق. كل حكاية قدوة معناها كي راهو والديهم معناها يعتنيوا بالنظافة متاع أسنانهم وغير ذلك، معناها باش يتعودوا على الشيء هذاك، تولي حركة يومية عنده. والله هو من الأحسن الإنسان يتفقد روحه معناها من حين إلى آخر، فهمتني؟ ما يتطلبش معناها مجهود كبير، الوقاية ديما تكون أحسن وأفضل من العلاج. وحتى مرة في العام معناها سي سوفيزون، كي يبدأ الإنسان ما عندوش مشكلة معناها ظاهرة، معناها مرة في العام كي يتفقد روحه ما فيها بس. بالطبع في أي حالة مرضية الإنسان كيف يقول مشكلة معناها مبكر خير من اللي معناها يستفحل فيه المرض. نجم يكون من الحلوى زاد أسباب من الوالدين مش ملاهين بصغارهم، بعد كل أكلة ما يفضوش عليهم باش يحكوا أسنانهم، في الآخر تربية هي معناها، ومعناها كي سنسوهم والديهم كي يولي وحدهم يحكوا أسنانهم، وذيك هي معناها تدخل في نظامنا اليومي، خاطر بعد عندها تأثيرات سلبية كي يكبروا، واللي عندهم دروسهم مثلا تتنحى في وقت تلقى عمره 20 سنة ومنحي زور ستين ولا كليثة، وكي يكبروا زيادة يترسي لهم يبدلوا في فمهم كامل، وذيك عليش معناها لازمهم تربية داخلة في ذي الكل. تلقاه ديما يبكي مثلا، خاصة كي يبدأ بيبي تلقاه ديما يبكي، تبدا تطلع له السخانة هكاك نورمال مو مظاهر هذوما، حتى قبل معناها ما تصير مظاهر هذي لازمك تمشي تعمل كنترول عند طبيب سنين وباش معناها تتفاديهم مظاهر. التسوس نتاع الصغار يجيهم يحبوا الحلو وياكلوا الحلوى برشا، ثم انه ما فماش مواظبة على غسلان السنين ولا حتى المراقبة الطبية، الوالدين ما يهزوش صغارهم باش يعملوا لهم كنترول على السنين ولا عليه، وتعمل لهم مراقبة طبية مستمرة حسب الامكان اليوم على غسلان السنين وغيرهم، هذيك خاصة قبل النوم وكذا باش البكتيريا ما تتجمعش في تبقاش في الفم. لا ديما في اي حاجة الوقاية، وحتى في المثال يقول لك الوقاية خير من العلاج، ديما الانسان يتوقع من يعني خاصة الاباء والامهات يتوقعوا من المخاطر هذه لابنائهم قبل الحدوث، جنبهم برشا مشاكل. يعني دكتورة اش قولك في اللي سمعني؟ والله يعطيهم الصحة، سي براتيكمون سا معناها، ما شاء الله في ارض الواقع يكون موجود ان شاء الله يكون مطبق بالحق. سمعنا برشا كلمات باهين، التقصي المبكر، نشوفوا طبيب الاسنان على الاقل مرة في العام، هذيك بولو ديغ راهو مرتين لاربع مرات في العام. حتى كان ما يكونش ما عنده جيعة ولا حاجة، هني قلت لك أول حاجة صعب تنحى الخوف من أو الرهبة من الطبيب. ثاني حاجة فما سوسة أو الولي ما ينجمش يفيق به، ينجم يفيق به طبيب الأسنان والكل، خاطر عنده لي معناه لي تيست فيت، فما دي راديو أفير والكل باش نعملوهم والكل نجمو نشلقو بهم حتى بالعين المجردة معناها نجمو نشوفو. خلنا نبداو بمرة في العام، احنا كي يجيونا مرة في العام معناها المراقبة فقط ديجا، ومع الطب المدرسي اللي قاعدين عاملين معناها مجهوداتهم الحقيقه في التقصي، خاصه فما صغار صغيرات بعاد ولا مدارس بعيده، دونك الطب المدرسي هو اللي نجم يفيق بحالات ويوجهوهم للطبيب الاسنان. كيف قالوا على تنظيف الاسنان كل يوم، قالوا انه الولي لازم يكون قدوه لصغيره في تنظيف الاسنان. دكتوره تنظيف الاسنان بالنسبه للصغار من وقتاش الصغير يلزم ينظف سنيه وحده؟ كيفاش وقداش من مره في النهار؟ بيه هو صغير يعني كيف ما قلت لك راهو من 6 شهور، راهي الام هي تاخذ على عاتقها الموضوع هذا. كان يرضع في الرضاعه العاديه ولا حتى يرضع في البيبرو راهو لازم هي تاخذ على عاتقها الموضوع هذا. اول حاجه ساعه فما عادات لازم تتنحى في الرضاعه، حتى البيبرو ما عادش تعطيه بالسكر، واذا كان فما سكر نقصوا له على الاخر، معناها صغير ما عطوش السكريات اكثر والكل. كيف ما قلت لك بكمبريسا تبدا مبلوله بماء دافي شويه، تعديها على الغب صغيره حتى يعني بعد كل رضعه، بعد كل رضعه بيان بعد كل تعديه بيبرو ولا حاجه، وبعد من 6 شهور للعامين دونك فما الكومبريس، وبعديك نمشوا لل معناها فرشاه الاسنان اللي محطوطه في العمر هذا، فما برشا في السوق ناخذوها حتى من اي بلاصه، مش بالضروره دونك باش ياخذها وهو محطوط عليها، راهو مونسيوني عليها مونسيوني عليها العمر، ومعها بيان سور دونتريس تاعها معجون الاسنان كيف زاد تلقاه زاد مونسيوني عليه. من عامين لستة سنين كيف نفس الحكايه، اللي هي فرشاه اسنان دونت فريز ماذا بينا فليوري
هانو يبدا موجود، خاطر علاش فليوغي؟ فليوغ هو باش يحمي اكثر السنه باش ما يخليش السوسه معناها تمسها ولا حتى كان مسيتها دونك يوخر لها هو انها توصل تتعكر، توصل للحالات الاخرانيه اللي يعني كيف ما قلت لك مالوريزمون يجونا الاولياء وقتها يجيبوا صغيرهم ولا حاجه. دونك في العمر هذايا من عامين لست سنين راهو لازم يكون البو معاه ولا الام معاه. دونك يوسع بالو ويحط صغيره قدام المرايه ويوري حتى كيفاش يغسل، باش يغسل كل حكينا فريمون يتقوى ليه. البروسه دونك هي مش تكون اصلا مخصصه للعمر هذاك، حسب السنون اللي عنده من عامين لست سنين والكل، وهو يغسله هو يوريه كيفاش يغسلوا الكل. حتى لين يوصل الصغير لعمر 8 سنين نورمالمون باش يسيبوا وحده باش يعمل هو على روحه ويغسل وحده، يبقى ديما معناها ثم طريقه مثاليه لغسل الاسنان اي باش ما نهلكوش لثتنا وما نجرحوش لثتنا. دونك نمشوا من اللثة للسنة ديما نحطوها في مخيخنا من الاحمر للابيض سوفور موتاتيف معناها ندوروا ونهبطوا معناها كاننا من فوق. دونك رانا باش نمشوا من الاحمر للابيض دونك ندوروا ونهبطوا بالسنه بالزرسه من لوطه ومن فوق. هذيك هي نفس الموضوع، انا مش اكل فريمون هكا مش تمشي وتجي لا ولا نجحوا، خاطر هذيك نجموا نجحوا حتى في البروس ادون فما اختيار. علاش قلت لك راهو يبدا محطوط عليها العمر، ركز على العمر معناها كان مشيت للفارماسي باش تلقى بطبيعه هو باش يعطيك خاطر يعرف شنو الموضوع. كان مشيت لسباس كوميرسيال دونك باش تلقى مونسيوني عليها من عمر العامين ستة ولا العامين ثلاثه ولا اكثر من ثلاثه سنين ولا ومن بعد من 6 ل 12 سنه كيف نفس الموضوع. مي البروساج باش يكون هو الصغير يغسل وحده، خاطر انا ديجا عودته علمته وقفت عليه وريته الكل دونك باش يتعود يغسل وحده. قداش من مره في النهار؟ ماذا بينا احنا مرتين ثلاثه مرات في النهار كل بعد ما ياكل. بعد كل ما ياكل صحيح. اصلا في العادات نتاعنا السيئه الاسباب اللي انه مثلا الغرينيوتاج انه ياكل حتى بين الوجبات، ماذا بيك لا، ماذا بيه ياخذ وجباته، ياخذهم وجبات متوازنه مليقله باليافها بغليلها بخضرها بالكل. ما نسعاوش باش نعطوا الحلوى، نصاوش نعطو حاجات نتاع معناتها حاجات حلوه والكل، حتى في الجوتي ماذا بينا معناها ياخذ جوتي نتاعو ماذا بينا حاجه مش حلو. علاش؟ خاطر لي جو دو فروي مثلا اللي احنا نمشوا لهم باش نعملوا جو دو فروي باش نزيدوهم السكر. هذه في عاداتنا الغيظ معناها الكل، كي باش نزيدو السكر ونخليه هو يسرح من بعد يمشي على روحه معناها من با نغسل ومن با نعطيه حاجه. دونك هذاك باش نخلي لنا البكتيريا تزيد تخدم اكثر باش انه تزيد سنيه تتسوس باش نوصلوا معناها الحالات قصوى نتاع تسوس في الاسنان. واضح. دونك ماذا بينا هيك فوتت مرتين في النهار من دقيقتين لثلاث دقائق يغسل بالكدا وياخذ وقته وياخذ وقته في الغسلان والكل. واضح. اذا دكتوره اذا كان جاك وصلنا لمرحله المرض مرحله التسوس وقتها باش نوليو نخمو في العلاج، طرق العلاج بالنسبه لتسوس الاسنان عند الاطفال تختلف على الكبار ولا نفسهم نفس المراحل نفس هما اكثر هما اكثر؟ علاش خاطر في بينا انه اسهل السنه هذيك باش تتبدل ومش لا. مشكله كانت تسوست معناها كيما قلنا الاعتقادات الخاطئه. دونك العلاج فما عمر فيه يبدا فيه في فمه الصغير كان 20 زرسه ولا 20 زرسه وسنه لبنيه اللي هما مش يتبدلوا. هذوك علاجهم يكون معناها بلي مينيسيو معناها باكثر دقه، خاطر تحتهم السنون والزروس اللي باش تطلع باش تبقى معاهم عمره الكل. خاطر فما معناها كيف ما فسرت لك فما غلافات، اذا كان في اللي ما يكهو في الغلاف الاولاني يكهو هذيك حاجه وحدها في الـ في الـ في تنظيف السوسه وترسيسها، اذا كان وصلنا للدونتين حاجه اخرى، اذا كان وصلنا للعرق نتاع السوسه حاجه اخرى. وفما في عمر اخر تلقى عنده الاسنان اللبنيه والزروس اللبنيه ولا القواطع اللبنيه ومعاهم زاد الزروس اللي باش يبقوا معاهم الكل. هذه تسمى لا دونتور ميكست، معناها عندنا شيء تبدل وشيء مش يبقى. لا شيء مش يبقى، خاطر فما زروس تطلع ما تتبدلش. كيف السن نتاع 6 سنين في عمر 6 سنوات فما 4 زروس يطلعوا هذوك ما يتبدلوش. واضح. هذوك فما معتقداتنا معناها كي يجي تقول لك ليه هكا الزرسه الاخرانيه وهذيك راهو ما طلعها وما بدلهاش وراهي باش تتبدل،
هذيك ما تتبدلش. وفي خدمتها اصلا فما خطر كيفاش يعني العروق نتاعها مازلت ما كملتش، مازلت ماهيش بالغه، ماهيش ناضجه الضرسه هذيك باش انا مثلا سي بون انا معني ارتحنا عليها، خاطر عندنا تولي عندنا دي مويا باش نرستوهم باش نحافظوا انها تواصل تكبر الزرسة هذيك وتواصل تبلغ على روحها، خاطر عندها مراحل زيادة نتاعها. واضح. هما يعبرون ليديفيكاسيون غاديكول هذوما، معناها لازمنا نحترموا لي زيتاب المراحل اللي تمر بهم الزرسة باش انها توصل نقولوا احنا تولي ناضجة وبالغة نتاع عمر اللي باش تكمل معانا العمر نتاعها. دونك العلاج قلنا العلاج يكون نردوا بينا اكثر مش كيما عند الكبار، ولكن المراحل هما بيدهم من من هذيك للترسيس هو لازم يمشي للتغليف نفس بالنسبه للصغار ما نغلفوش، مي في الصغار فما راهو فما ما يعبروا عنه بالكواف بيدودونتيك بريفورمي، هذه غليف نحطوه احنا كيلكو سوا زرسه باش تتبدل زرسه تحليب ولا زرسه باش تبقى مع عمره الكل. وقتاش؟ وقت تبدا زرسه تاكلت، فما تاكل كبير دونك احنا نرجعوا لها المورفولوجي، نرجعوا لها معناها البنيه نتاعها الفورمه نتاعها. اما راه مش غليف، راه جوست باش نحموها باش يوصل في عمر معين وتتنحى الكواف هذيك بيان سور وتولي حاجه. نحاولوا نحافظوا عليها، قلت لي دكتوره نحاولوا نحافظوا على السنه ولا الزرسه هذيك، خاطر هي اللي قاعده تخلي اللي تحتها اللي باش تطلع لنا اوفيسيلمون باش تقعد معانا العمر بتاع البلوغ، هي اللي كجيد، هي قاعده تعمل كجيد باش تطلع الزرسه الاخرى، خاطر كي نحيوها معناها في عمر صغير تنجم ما يطلعوا ناشي السنين الاخرين. مش با فورسيمون، مش ديما في الحالات الكل، اما كان نحاها في عمر مبكر الزرسه الحليب نقولوا احنا الكل تنحت في عمر قبل عمرها قبل اللي باش تيح فيه ولا باش تنحى فيه. اول حاجه ساعه صغير مش يلقى روحه مرتاح في الماكله. ثاني حاجه ما عندناش في عقليتنا على غير معناها نحكي انا كطبيبه في 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 وضعيه معينه في بلاصه معينه، ما عندناش العقليه انه باش يجي يقول لك هاكا طيحها قبل العمر نتاعها نتاع طيحها والكل، دونك خلينا نعوضوها بحاجه اخرى، خاطر راهو نجمو نعوضو للصغير هو ما يعبر عنه بالمانتونور ديسباس ولا اون بروتيز بارسيال موفيبل، هذوما صغيرين معناها جوست زرسه بركه ولا سنه بركه باش نخلو للزرسه الاخرى باش تاخذ واقع بلاصتها، معناها نحافظوا لها على بلاصتها باش ما تطلعش الاخرى مسنقه معناها والكل. دونك هذا الكل ما عندناش الله غالب معناها مالوغوزمون ما عندناش في ينجم يكون ما عندناش والا ما في بالناش انه موجود، راهو حتى عند الصغيرات راهو الحلول هذيا راهي موجوده، وهذيا دورنا احنا ان نوعيو وان نحسسوا وان نخليو نفكروا بالحق، راهو حتى الاطفال فما طرق علاج راهو هذوما الكل موجودين. فما اصلا قبل ما نوصلوا للتسوس علاش هو يقول لك يمشي للطبيب باش يشوف، حتى انت قلت مثال مره في العام راهو فما الزرسه البارتي اللي ناكلوا عباها كي تكون هي محفره برشا وغارقه برشا، هذيك تخلي البلايص هذوكم باش انها السكر معناها السكريات لي سيون هذوكم اللي في الزرسه. دونك احنا بور بريفينير باش نقوه الصغير نجمو نسكروا لي سيون هذوكم في عمر متقدم برشا. هذاك علاش قلت لك راهو معناها كي يجي هو الميدسان، دونك فما الميدسان يبقى بريفينير وحده باش يعمل طرق الوقايه باش ولي سيون هذوما دكتوره ساعات نشوفوا فيهم التصبغات الكحله هذيك هذيك بدايه سوسه معناها، خاطر ساعات يقولوا هذيك القشره وما تقلقش وتنجم بالدونت معناها جوست بالبروساج تتنحى. لا دونك هذيك بدايه سوسه ديجا لازمنا الطبيب الاسنان هو اللي يعطي فيها رايه هو اللي دونك دكتوره يعطيك الصحه عطيتنا برشا معلومات، ولكن قبل ما ننهي معاك لو تعطينا طرق الوقايه باش ما نوصلوش لتسوس الاسنان لو تلخص لنا وتعطينا كلمه الختام. والله باش ما نوصلوش ما نجمش نقول لك خاطر باش ما نخسروش سنه ما نخسروش الزرسه تحاول تفسر فريمون لازمنا نمشوا لطبيب الاسنان
حتى اني كيف ما قلت هذا الميساج كلي اليوم انه طبيب الاسنان زاده راهو لازمنا نهزوا صغارنا من اول من عمر عام نهزوا لطبيب الاسنان عاودوا ثقافه انه راهو باش يمشي لطبيب الاسنان وباش نشوفوا شنو عندنا في سنينا كان سنينا لاباس مثالش كان سنينا فيها حاجه تو طبيب الاسنان بطبيعته يتدخل بالنسبه للهذيه باش يجي لطبيب الاسنان معناها هو طبيب الاسنان باش يعمل هذا ميساج تعدى نتصور اليوم رانا من عمر عام على الاقل مرة هو من المستحسن مرتين في العام ولكن انا قلت لك ينوصلوا مرة في العام نمشي من غير ما نتوجع ساعات حتى يبدا عنده تسوس ولا راهو حاجة دونك ما توجعش ما نتقلقوش دونك انه نمشي للطبيب باش يراقب حاجة مهمة برشا على الاقل مرة في العام اهو لي زابيتود نتاعنا العادات نتاعنا نتاع الماكله نتاع الصغير نجيرو له باش نعطوه الحلوى باش نجيرو باش نعطوه الجازوز نجيرو باش نعطوه الجو حتى كان الجو موجود ولا الجو الفروي المعمول في الدار نقصوا منه بالعكس نمشوا انه نعطوه كاس ماء بعد الماكله كاس ماء باهي معناها ينقص فما واحده في معناها في شرب الماء بعد الاكل ينجم يغسل ما راهم ينحيش البروساج رانا لازمنا نغسلوا سنينا فما زاد نفافوريزو باش انه ياكل اللي يسموهم لي زاليمون كاريوستاتيك اللي هما ينقصونا من لي كاري كيف شنو كيف الفرماج فيها بس اي نعطيو الفرماج مانيش نقول لنا مش نكثروا معناها في الوسط حل في الوسط نعطوا الكونسوماسيون هذيا باش انه كيف ما نقولكش مثلا ما ياكلش سكر ولا حلويات لا صغير لازم ياخذ الكونتيتي نتاعه ولكن لازم نغسلوا له سنيه ونعاودوه انه يغسل سنيه نرجع مثلا في الصغر لازمنا ننكوراجو نشجعوا المراه باش انها ترضع رضاعه طبيعيه الرضاعه الطبيعيه نتاعها راهي هذيك مش تحمي بقدر ما هو انه حاجه باهيه برشا للسنون وللضروس باش انهم يكونوا محميين والكل ما نخلولوش كيف ما قلت لك البيبر وخاطر فما كاري دو بيبرون والكل الكرينويتاج نقصوا منه على الاخر من على الحلاوه والكل وسرتو يغسلوا سنيهم وان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل يعطيك الصحه دكتوره شكرا دكتوره على المعلومات القيمه هذيا انتم تسمعوا فينا على 93 اذاعه القيروان للصحه رافقتونا من 10 نتاع الصباح في برنامجكم مع الطبيب المختص موضوع حصتنا اليوم تسوس الاسنان عند الاطفال حضرت معنا الدكتوره هاله بو جمعه ذفلاوي طبيبه اسنان اللي فاتته حاجه ما سمحهاش في الحصه نتاعنا يلقاها على الباج اوفيسيال الحياه تفهم رافقنا في الاخراج التقني للحصه نوف الشرطاني وامنه بوخيت في الديجيتال سيف بولعريس واللي حضر لنا الميكرو ترتوار انس الهمامي من هنا للحصه الجايه نقول لكم الى اللقاء وباي باي مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعياً برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM